على سبحان الله. على رقمك، هو رقمك. ما في قاعد؟ ما في على غياب نقطة. مش قوي ابدا. ما بدي اياها هيك. الاورينتيشن الجرام بوزيتيف بكتيريا يعني موست ميديكالي امبورتنت بكتيريا. عندنا كثير جرام بوزيتيف بكتيريا، لكن ايش احنا كبشر في عندنا كم من بكتيريا بتهمنا وهي تعتبر باثوجينيك لنا. المحاضره القادمه بحكي عن الجرام نيجاتيف. اوكي شباب، يعني كل سلايد تقريبا في هاي المحاضره، كل سلايد راح يجيك محاضره كامله في الفيديوهات. فبنجي نطالب ليش نوضح الان اورينتيشن وجرام بوزيتيف واسم البكتيريا وايش المرض بتسويه. لما تروح على الموديول تكون عارف ثلاث شغلات: اسم البكتيريا، كيف تنفض، الجرام ستيت تبعها، شو بتسوي عندك مرض. هاي الاشياء الاربعه اوكي، والخامسه كيف تكتب. كيف؟ لما بتخرج طلاب كثير بعرف شو اكتب املاء البكتيريا، هذا ساينتفك نيم ممنوع تغلط فيه. عشان هيك بالامتحان راح يجي اسئله: which of the following was written correctly؟ which of the following was not بتكلم correctly. اوكي بجيب لك اربعه صح وواحده غلط، او اربعه غلط وواحده صح. اوكي اتدرب على يعني لا ديكتيشن عشان مو عشان. اوكي يا شباب، طيب راح نبلش على الجرام البوستر بكتيريا اليوم. شباب في عندي الجوريثم كيف بنصنف the most medically important جرام بوستر بكتيريا اللي لهم علاقه بالهيومن. تمام، حكينا الجرام الرودز، في عندي الجرام بوزيتيف رودز. ايش معنى الرودز؟ باسيلار. اوكي هو الباسيلس بيشمل كلوستريديم اللي هم مجموعه الانيروبس لا هوائيات. اوكي بيشملوا كوراني بكتيريوم الستيريا باسيلس والمايكوبكتيريوم. في الموديولات كل بكتيريا لها محاضره مفصله بحد ذاتها، بس اليوم ويوم الاحد القادم ان شاء الله بتعرف اسم البكتيريا، كيف تكتب، كيف تنفض، الجرام ستين تبعها وشو بتسوي عندك مرض. اذا عرفت هاي الاشياء الله يعطيك العافيه. مرحله الجنرال الكوكاي جرام بوزيتيف كوكاي، ايش الكتاليز؟ مثيل الكتاليز يا شباب ديتوكسيفاينج ايجنت. حكينا مش كل البكتيريا شو في عندها كتاليز، عشان هيك في المختبر استخدمنا هاي الميزه فور identification of bacteria. تمام، حتى نميزها. ففي عندي انا كاتاليز بوزيتيف، في عندي كاتاليز مين جرام بوزيتيف كوكاي كاتاليز بوزيتيف المشهوره ستافيلوكوكس. ستافيلوكوكس اوكي، ستافيلوكوكس والكاتاليز نيجاتيف ستريبتوكوكس. اوكي طيب طلع عندك في العينه، ناخذ مثال جدا سريع وبسيط. جاك مريض عنده وند انفكشن، عنده وند انفكشن، اخذت منه عينه، جت على المختبر زرعتها، ثاني يوم اخذت منها 1 كولوني وشو حطيت عليها؟ H2O2 مضبوط؟ شو بطلع معك؟ بابلز.
إذا كانت كاتاليز بوزيتيف بيطلع معاك بوبلز. إذا وند انفكشن على سبيل المثال وجرام بوزيتيف كوكاي وكاتاليز بوزيتيف بحكي مباشرة عندي مجموعة إيش؟ الستاف. إذا كاتاليز نيجاتيف شو بحكي مجموعة؟ الستريب. هاي مسكنا راس الخيط. بكمل هرمونتها التشخيص. بروح بعمل إيش بسموه؟ الكواجوليز. شباب في عندي بكتيريا كواجوليز بوزيتيف من مجموعة الستاف وفي عندي مجموعة الستاف كواجوليز نيجاتيف. ناخذ أمثلة. إيش السبيشيز اللي من الستاف بعطيني كواجوليز بوزيتيف؟ ستافيلوكوكس أوريس. The most pathogenic species في مجموعة الستاف. أوكي؟ هاي كاتاليز بوزيتيف أند كواجوليز بوزيتيف. إذا أنا من تو بايوكيميكال تيست تقريبا شخصت الانفكشن. لسه بعدي ما زرعت ولا كملت ولا عملت ولا اي شيء. اذا البايوكيميكال رياكشنز مهم كثير في التشخيص. ماشي يا شباب؟ طيب الكواجوليز نيجاتيف مثلا ستريبتوكوكس اس ايش السبيشيز مثلا سابروفيتيكس مثال عليها. اوكي نروح على الستريبتوكوكس. اخذت عين من المريض ووند انفكشن زرعتها اخذت وان كولوني شو حطينا عليها؟ H2O2 طلع بابلز. شو بقول؟ مجموعة ايش هاي؟ ستاف. ستاف. طب بما انها ستاف هل هي ستافيلوكوكس اوريس ولا اذر ستافيلوكوكس سبيشيز؟ بستخدم ايش؟ كواجوليز. اذا كواجوليز بصفر شو بقول عند المريض؟ ووند انفكشن ستافيلوكوكس اوريس. لكن هل كورن اللي اخذتها من العينه كاتاليز نيجاتيف شو بقول؟ جرام بوزيتيف كوكاي كاتاليز نيجاتيف اذا مجموعه الستريب. طيب كيف بنكمل وبنشخص الستريب؟ بنروح على ايش بسموه الهيموريسيس. راح ناخذ كل شيء بالمختبر الاسبوع القادم بعدين. بكتيريال ايدنتيفيكيشن باي كلتشرنج اند باي بايوكيميكال رياكشنز كله راح تشوفوه راح يصير سهل بعدين راح يصير لكم يعني بيس اوف كيك. تمام؟ هيموليسيس لما ازرع البكتيريا على طبق فيه بلاد سيلز يسموه بلاد اجار يعني نيوترينت اجار شو بنضيفه احنا في المختبر؟ بلاد هيومن او شيء بلاد. هاي البكتيريا في عندها هيمولايسنز. ايش الهيمولايسنز؟ بحلل الار بي سيز. الان بعض البكتيريا من مجموعه الستريب بكسروا الار بي سيز كومبليتلي تمام؟ بتسميها بيتا هيموليسيس. في سبيشيز من ستريبتوكوكاي ما بيعملوا هيموليسيس شو بنسميها؟ جاما هيموليسيس. في سبيشيز من ستريبتوكوكاي بيعملوا بارشال ديستراكشن اوف ار بي سي بنسميها الفا يعطيك جرينش ديسكالريشن على الميديا. يعني من شكل الهيموليسيس بتصير تتوقع اسم مين السبيشيز. تمام يا شباب؟ اوكي في اسماء كثير راح تشوفوا بس تقروه مره مرتين تصيروا فيها بروفيشنال يعني بقولكم ان شاء الله. الفا هيموليسيس بيتا هيموليسيس وايش الثالثه؟ جاما. الالفا زي الستريبتوكوكس نيمونيا اللي عليها كبسول الفيردن ستريبتوكوكاي. البيتا اللي هم الجروب اي الاسبايوجينس هاي مشهوره يا شباب بتعمل فرنجايز. الاس بايوجينيس مع الستافيلوكوكس اوريس من العدو اللدود للانسان ما بنحبهم لانهم عندهم ملتيبل نمبر اوف توكسينز. تمام؟ هم الموست كومن كوست اوف ايجنت اوف سكين اند هابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. اوكي؟ فعندي الاس اجالاكتيا الجروب بي. اوكي؟ الجاما اللي هي انتيروكوكس. ايش الجاما بيعملوا ولا ما بيعملوا؟ ما بعرف. الفا بارشل والبيتا كومبليت. اوكي طيب في عندي البرانشينج في الفيلمنتس الان ايروبس نون اسيد فاست اللي هم الاكتينومايسيز وال الايروبيك الاسيد فاست نيكورد. هذول مش مهمات هذول مش مهمات وفي عندي يجيهم بعدين مش مهمات. هناخذ بس للجرام بوزيتيف كوكاي والجرام بوزيتيف رودز لأنه في عندي جرام نيجاتيف كوكاي وجرام نيجاتيف رودز نفس الشيء. تذكروا الشيبس اوف بكتيريا في عندي الكوكاس باسيلس وهاي بيناتهم كوكو باسيلس يعني لا هي كوكاي ولا هي باسيلس هي شوي مضبوطه. تمام
in between. في عندي كمان الفيبريو، مثال عليها ايش بقى الفيبريو؟ الفيبريو كوليرا كوما شير، تمام؟ الفلاجيلا من اي جهه؟ الفلاجيلا من اي جهه؟ من الفول سنجل فور موفمنت ان ووتر والسبايرلم اتش بايلوري او الهيكل وهاي سبايروكيتس زي السفلس الى اخره. واضح يا شباب؟ شوف الجرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف كوكاي حكينا الجرام بوزيتيف باسيلاي. في عندي الستافيلوكوكس اوريوس، في عندي الستريبتوكوكس. ليش اخذنا الستافيلوكوكس اوريوس فقط مجموعة الستافيلوكوكاي؟ هي الموست باثوجين. في عندي اشياء كثير بيسووا عندي انفكشنز، لكن الموست باثوجين البكتيريا اللي هي ايش؟ الستافيلوكوكس اوريوس. هاي كاتاليز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. تمام؟ الستريبتوكوكس كاتاليز بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. اوكي عندي جروب A ستريبتوكوكس بايوجينس، وفي عندي الجروب B اس اجالاكتيا. تمام عندي نيمونيا. النيمونيا كيف جايه؟ هي اوكي ستريبتوكوكس نيمونيا، بس هي تحت الميكروسكوب بيجيهم تعمل ديبلوكوكاي، بس تركوها ستريبتوكوكس. تمام تعمل ديبلوكوكاي، يعني كل سنتين لزقات في بعض. هذا طبعا تشخيصي او دياجنوستيك للاشخاص اللي معهم نيمونيا. عندي جرام بوست باسيلاي، مجموعة الباسيلس، باسيلس انثريسس بتعمل لي انثراكس جمل الخبيثة، اوكي؟ باسيلس ترياس بتعمل لي فود بويزنينج، باسيلا او كلوستريديم، مجموعة كلوستريديم، كلوستريديم كوتشيلينيوم بتعمل فود بويزنينج وبتعمل عند الاطفال شلل ارتخائي، سامح، اوكي؟ كلوستريديم ديفيسيل، كلوستريديم بيرفرنجينز، سمعتوا عن الغرغرينا؟ هاي بيرفرنجينز بتسويها. شباب B and C B C spore forming غل مجموعتين شو بسووا لي spore. ايش spore؟ البوغ الابوار. شباب spore forming bacteria present everywhere، لأن الspore بيقاوم اي ظروف بيئية صعبة، بتلاقيها في التراب، بتلاقيها في الهواء، بتلاقيها في الدست، بتلاقيها في الفور سيلينج، في اي مكان. فمجموعه الكلوستريديوم والبي انا بسميها بي سي جروب، اللي هم ايش بسووا لي هذول؟ سبور. اوكي سبور. فعشان هيك مثلا الانثراكس في عندي بالمونري انثراكس انهيليشن اوف سبورز، في عندي كوتينيوس او جلدي انثراكس انتميليشن بالسبورز. تمام فالسبورز قادر انه يتحمل الظروف البيئيه وظل فتره طويله لحين تحسن الانفايرمنت. واضح؟ مجموعه التيتاني كلوستريديوم تيتاني اللي هي الكزاز تيتانوس. اوكي نون سبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلاي ليستيريا مونوسايتوجينز فود بويزنينج كرويبكتيريا ليستيريا تعمل ايه؟ ليستيريا اللي هو القناه او الخاروق هي محتاجة تبع شوي. في عندي الميكروبكتيريا اللي بتعمل ليش؟ توبركلوسيس. بس ما كثيرة بس سهلات. اوكي يعني حفظنا الستاف كاتاليز اند كوجوليز بوزيتيف، الستريب كاتاليز نيجاتيف. ستافيلوكوكاس اوريوس، ستافيلوكوكاس نيمونيا، اجالاكتيا وجروب اي ستريب، خلصناهم. الجراند بوستر باسيلاي. في عندي مجموعة السبور فورمينج، ايش هم؟ باسيلوس والكروستريدم البي سي. باسيلس انثريسس وباسيلس سيريس بتعمل فود بويزن. مجموعة الكلوستريديوم كوتشيلينيوم ديفيسيف بيرفانجينز وتيتاني كيف بنسهل. النون سبور فورمينج جرام بوست باسيلاي ليستيريا كرون بكتيريوم والمايكروبكتيريوم. طيب ناخذ واحده واحده نحكي عن ستافيلوكوكس اوريس. اوكي بشكل مختصر راح تجيكم مش مره 100 واحد، بس لما تقراها بعدين بتكون عندك ايش؟ عارف تفهمها، عارف تكتبها، الجرام ستين تبعها وال الديزيز اللي بتسويه. كثير مهم يا شباب. ستافيلوكوكس او ستافيلوكوكاي جنرال كاركترستكس كومن انهابيتنتس اوف ذا سكين اند ميوكوس ممبرينز موجوده. اوكي سفيريكال سيلز ارينج ان ريجولار كلاسترز، حكيناها ستاف مينز بانش اوف جريبس الريجولار كلاسترز. طلع كيف شكلها تحت الميكروسكوب بعد ما نصبغها؟ جرام بوزيتيف
كوكاي ان كلاسترز ستاف يعني لهم مجيات لازم لا مونو بس اللاي ولا تبلو كوكاي ولا ستريب ولا تريدز كيف جيات كلاستر تمام عندنا الكترون مايكروسكوب produces many virulent factors ايش من virulent factors ايش من virulent factors توكسنز يعني البكتيريا حد بيقدر تعيش في جسم الانسان وتطول لازم ايش تقاوم الميون ديفنس ميون سيستم تمام من احد شباب من احد الفيرنت فاكتورز اللي هو الكواجوليز الكواجوليز بعمل كواجوليشن حوالين البكتيريا بحول فايبروجين لفايبرين بسبب حاجه زي الكلوت بمنع وصول ايش الميون سيلز عشان تتكاثر وتعطي رقم كويس بعدين تنتشر فاهمين كيف البدايه تمام هاي لسه يعني ما في بس البداية بتكون الكوكس أوريوس. طيب. ستافيلوكوكس أوريوس طلعوا يا شباب راح تشوفوها في المختبر نزرعها على نيوترينت أجاب بسموه مانيتول سولت أجاب MSA مش حكينا الكربون سورس مش شرط جلوكوز ممكن يكون مانيتول شو حطوا لها مانيتول سولت هاي البكتيريا بتحب الاملاح نحط لها 7.5% سولت هالوفايدز شو بتحب بتحب الملح عشان نمنع الجروث اوف اذر بكتيريا اللي ما بتقدر تعيش في وسط ملح عشان هيك شباب هاي البكتيريا حكيناها لما واحد بدي تعمل مخللات لازم تغسل خضروات مزبوط اذا عملت اللي هم بسموه بيكلينج اللي هو التخليل بدون ما تغسل الخضروات بشكل جيد او الخيار او الى اخره وكان عليها ستافيلوكوكس اوريوس تنمو داخل المرتبان اللي فيه ملح بتطلع توكسين شو بسرعه؟ فود بويزنج تمام؟ فمش شرط انك عملت يعني كبست مش عارف ايش راح تموت البك ما راح تموت لانها بتقاوم ايش؟ الهاي كونسنتريشن اوف سولت تمام؟ ديزيزز شو بتسوي لي؟ فود بويزنج لوكالايزد انفكشن ابسس فورميشن الدمن العم كله صار لنا دمن في حياتنا فوليكولايتس التهاب اللي بمكان الشعر اوكي جلدة الشعر او بصيلة الشعر فكل هذا البص producing lesions the most common cost of agents البص producing lesions او البيوجينيك انفكشنز اللي تطلع بص مسؤول عنها في most cases يا ستافيلوكوكس اوريوس او جروب اسبر تمام spreading infections شو بتصور عند المريض تعمل necrotizing infections تعمل systemic infections example osteomyelitis شو معنى osteomyelitis inflammation في البون اوكي طيب في عندي حكينا staphylococcus aureus او staphylococci كمجموعه كتلاز بوزيتيف طيب كيف اتميز بين staphylococcus aureus and other staphylococci by using coagulase في عندي coagulase negative staphylococcus ايش هم frequently involved in nosocomial infections. ليش قالوا nosocomial? Health care associated infections. بروح على المستشفى يتعالج من إشي وبطلع مصاب في infection من المستشفى. يسموها العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. بتروح معك مرض مثلاً أي إشي تطلع من المستشفى معك نيمونيا. يعني أخذت عدوى من المستشفى يسموها nosocomial. تمام؟ and opportunistic infections ليش opportunistic شلون opportunistic opportunistic انتهازي ليش انتهازي يصير مع المريض primary infection بكتيريا قوية بضعف جهاز المناعة شو بيجي infection من بكتيريا ما بتقدر تصير معك infection under normal immune system بس يضعف شو بصير البكتيريا هاي تقوى يعني غاب الجوب بلعب يطلع اوكي نفس هاي مثل اللحكي مثال اسبيديرميدس بتعيش على السكن من ابيديرميدس عند ميوكاس ممبرينز تسوي اندوكاردايتس بكتيريميا اند يوري تراكت انفكشن الاشخاص اللي بركبوا كاثيتر فورس كاثيتر كيس تبع اليورين اذا ما تركب بطريقه مضبوطه عند ريسبت كونديشنز ظروف تنظيف وكحول الى اخره السكن شو في عليه اسبيديرميدس وين بدخل البكتيريا على البدر وعلى الكدنيز وصار مع المريض UTI. اوكي؟
Asa propheticus, frequent lives on skin, pre-intestine, في الفاجينا and تملي UTI. طيب ناخذ المجموعة الستريبتوكوكس جروب A والجروب B. الستريبتوكوكس جروب A أخذ سافيلوكوكس أوريس من ناحية الانفيزيفنس. الثنتين جرام بوستوف كوكاي واحدة من الكلاسترز وواحدة من تشينز، لكن واحدة كتلاز بوستوف وواحدة من الكتلاز نيجاتيف. مجموعة الستريب اوكي مجموعة الستريب كامل الكتلاز نيجاتيف. جرام بوستوف كوكاي كتلاز اند كواجوليز نيجاتيف. عشان هيك استخدمناهم للتمييز بين تو ميجور جروبس اللي هم الستافيلوكوكاي اند ستريبتوكوكاي. تمام يا شباب؟ sensitive to drying heat and disinfectants. الديسانفكتنت المطهرات الديتول والكحول حساس لهم وبيموتوا. اوكي في عندي disinfectants للأسطح الميتة والانتيسيبتكس للأسطح الحية. اوكي الكلاسيفيكيشن حكينا الفا هيمولوسيس partial hemolysis of RBCs، beta complete hemolysis of RBCs، والجاما no hemolysis. طلعوا كيف البيتا بعطيك حوالين الكولوني clear hollow zone، يعني منطقة شو مالها واضحة. ليش؟ اللي هو nutrient agar كان شو لونه colorless، شو حطينا فيه red blood cell. الRBCs صار بيتا hemolysis تكسرت، شو رجع اللون الطبيعي اللي هو colorless. فبتشوف حوالين الكولوني بتشوف كلر ليس ايش زون. هاي الجروث هذا اللي جولدن هاي الستافيلوكوكس اوريس. لكن اذا كانت ستاف او ستريب، هون الستريب كمان بعطيك الكلير زون. الالفا شو لونه بارشل، شو لونه اخضر. البارشل هيموليسيس اوف ريد بلاد سيل يعطيك لون اخضر. تمام؟ ليش لون اخضر؟ بصير اوكسيديشن للهيموجلوبين بدون تفاصيل. لما تتكسر الار بي سيز انكمبليتلي الهيموجلوبين ما تكسر بشكل كامل، يصير اوكسيديشن فبتحول من هيموجلوبين لاوكسيدايز هيموجلوبين يعطيك اللون الاخضر. تمام؟ والجاما ما في تغيير على شكل الكورن. ستريبتوكوكاي الجروب A ستريبتوكوكس بايوجينس بسموها GAS بيتا هيموليتيك موست سيريوس ستافيلوكوكال باثوجين. اخذ مين؟ ستافيلوكوكس اوريس. ستافيلوكوكس اوريس مع الشباب السبيلينج والرايتنج كيف نكتبها وكيف نرفضها. تمام؟ انهابتس وين موجوده؟ في الثروت نيزوفارينكس، ممكن نلاقيها على السكين. تمام؟ شو بتسوي لي؟ فارنجايتس. دائما لما تروح على طبيب تحكي له عندي شويه حاره لوزي، وين بتطلع؟ بستخدم التنك ديبريسر وبشوف منطقه اللوز والفروت الى اخره. اذا في اكزوديت او بس بحكي جروب ايستر بيعطيك انتيبيوتكس. اذا ما في ريدنس واحمرار واحتقان بتروح في اتجاه الفايرال. اوكي؟ فهاي البكتيريا شو بتطلع لي؟ بس الميون ريسبونس نيوتروفيلز ومايكروفيج بصير ايش؟ بس producing legion. تمام؟ skin infection مشهورة جدا في ايش؟ في skin infection. عمر واحد صار معه جرح والتهب، خاصة الشباب after shaving شو بصير في عندهم؟ folliculitis mainly من هاي البكتيريا. تمام؟ لانك عرفت الطرقات الداخلية للبكتيريا صار دخولها اسهل، عملنا ايش؟ deep infection. necrotizing infection هاي بسموها أكلة لحوم، necrotizing fasciitis، يعني فعليا تمشي في اللحم وتاكله عند المريض. اوكي systemic infections. النوع الثاني من الستريبتوكوكاي الستريبتوكوكس نيمونيا، بتعمل لي ذاكرة مشهورة جدا. تمام؟ نيمونيا inflammatory conditions of the lung. ايش الفرق شباب؟ ايش معنى نيمونيا؟ شوف في عندي upper respiratory tract infection اللي هو الفارنجايتس tonsillitis laryngitis، اللور اللي هو tracheitis tracheitis bronchitis bronchiolitis، واخر شيء ايش هو؟ النيمونيا. النيمونيا inflammation of alveoli. النيمونيا هو inflammation اللي بيصير في
في نهاية الريسبيراتوري تراكت اللي هو ايش شباب؟ الألفيولاي. لما سمعت المريض من نوميا الألفيولاي شو تنتلي؟ شو انتلت هون؟ فلد والبص. وجود البص في الألفيولاي شو قلنا يا شباب؟ الجهاز؟ إكسشينج. عشان هيك الأشخاص اللي انصابوا ذكروا اتصابوا في كورونا ووصلوا مرحلة حطوهم على الفنتليتور. ليش؟ مش قادر ياخذ كمية كبيرة من الأكسجين، لو صار في ديفكت بالغاز إكسشينج بالريسبيريشن، تمام؟ Inhabits nasopharynx of healthy people. May also affect brain, pneumococcal meningitis and bloodstream pneumococcus septicemia. ليش؟ ليش هاي البكتيريا قادرة تعمل سكير من الريسبيراتوري سيستم وتروح على السيركوليشن وتعمل لي meningitis أو بكتيريميا؟ عليه كبسول. شو حكي الكبسول يا شباب؟ الجسم ما بيلحق يتخلص منها، بتكون هي تكاثرت وراحت لمكان بعيد. واضح التحكي؟ شو واضح لحد الآن؟ ترى كله سهل، يعني ستافو ستريب كتاليز كواجوليز سكين انفكشنز فورينجايتس ما في شيء. طيب نروح على مجموعة الباسيلس. باسيلس والكلوستريديم شو بميزهم يا شباب؟ هذول مجموعتين ايش؟ spore forming groups or spore forming bacteria وين موجودات؟ distribution cosmopolitan everywhere تلاقيهم everywhere، تمام؟ ناخذ الباسيلس anthraces استعمل لي anthrax. طبعا anthrax هنا في البشر شو ماله؟ انتهى، مش كان في زمان outbreaks للطاعون. وسيدنا محمد حكى، طبعا سيدنا محمد هو من البيونير بالinfection control، إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. يعني اللي صار مع كورونا كوفيد 19 في ووهان لو عملوا عليها حاصروها بشكل كامل 100% كان ما صار بالعالم مشاكل، بس لقوها مفتوحة الناس طلعت منها والناس دخلت لها، أوكي؟ فانتشر المرض سمبلي. فالأنثراكس الآن في البشر الحمد لله يعني مش موجود أو نادر جدا، لكن بيصير عندنا في الأردن outbreaks بالكتلز بالشيب بالأغنام بالخراف. تقريبا وزارة الزراعة بسجلوا كل شهر أو كل شهرين outbreak أو two breaks في أحد المزارع. وإحنا إحنا في قسم أنا الدكتور أمين، دكتور أمين هو صاحب المشروع أنا معاه، أوكي؟ من 2018-19 تقريبا بلشنا المشروع الأنثراكس في الأردن مع باحثين في أمريكا، وكثير وصلنا حالات أنثراكس بالأنيمالز. نأخذ عينات نيزل ريكتال من السويل، بيطلع عندنا سبور فورمينج بكتيريا بس إنه أنثراكس بوزيتيف للموجودة، بس الحمد لله ما بتصير أو ما في حالات سجلت وين؟ في البشر. لارج شو سموها؟ لارج بلوك شيب رودز. أنا شو بستفيد؟ شو يعني؟ حكينا هاي سبور فورمينج بكتيريا لما تأخذ عينة من تراب أو من حيوان نافق أسلوها تروح تلاقي تحت الميكروسكوب لارج. شوف كيف شكلها لارج بلوك شيب، كيف الطوبة زواياها شو مالها؟ حادة، زواياها حادة. وإيش في إيش في عندها إشي مميز لها؟ سنترال وين جاي السبور؟ سنترال. هذا طفل النمور تشخيص لمين؟ للباسيلس أنثراكس. في أضر بكتيريا عندهم السبور شو ماله؟ إكسنتريك طرفي أو سب تيرمينال. موقع السبور بيحدد كمان نوع البكتيريا، تمام؟ الفيروس فاكتورز في عندها بوليبيبتايد كابسول، هاي كمان مشكلة، وتطلع لي إكزوتوكسين، أوكي؟ إكزوتوكسين هو الليثر فاكتور يحطه بالخلايا، يدمر الخلايا. Three types of anthrax في عندي. Cutaneous spore enter through skin، أعطيني black sore، least dangerous. شوفوا كيف جمع الخبيثة. يصير لون السكين شو ماله؟ أسود زي الفحم، هل يسموها جمرة خبيثة، تمام؟ نيكروسيس بتموت الخلايا بسبب التوكسين بتطلع البكتيريا فبصير الخلايا لون الجلد ايش؟ أسود. عندي pulmonary inhalation of what؟ spores. عندي pulmonary anthraces أو anthrax. gastrointestinal ingested spores. وما بتروح البكتيريا بتكون سبور بيئة مناسبة بتصير اكتف بكتيريا وبصير تطلع توكسين. شو بسوي التوكسين بالخلايا؟ بحطه، اوكي؟
Cellulases. Grows in food, spores survive. Cooking, reheating. شكرا كمان هاي spore forming. حكي قصة ليش هذا هاي. شو لا ركزوا معي. كلنا بدون استثناء صار معنا ضمن البين ماذا يعني مزبوط؟ يعني مغص مع شوية السهل عجبكم الله. يظل يوم ويومين ايش طلب بالأخير؟ روح الحرب. لما ترجع بالذاكرة شو أكل؟ تكون ماكل قبل اليوم أو يومين رز من مطعم يا صحن صغير أو حسب الحاجة. المطعم شو سوى يا شباب؟ هو عنده رز. الرز شو فيه؟ سبورز. ما غسله كويس. بطبخه وحطه وين؟ على العرض. بحطوه على هاي المرفقة اللي عرض فيها الرز. وأوردي في سبورز. بحطوه على حرارة 37 عشان يظل سخن. هاي الحرارة بتحول السبور لأكتف بكتيريا. شو بتطلع لي؟ توكسين. فلما تأخذ من صحن الرز تأخذ التوكسين بريفول. يعني إيش بريفول؟ يعني جاهز. بعد 6 ساعات بصير معك الأعراض. بدون البين مع شوية سهل وفي لك شوية فوماتين بصير. تمام؟ كويس فيها يا شباب هاي بكتيريا سيلف ليميتنج. يعني بدهاش علاج. اكسبت. إذا المريض فقد كثير سوائل بسبب الإسهال شو بنعطيه؟ نعطيه آي في ريهايدريشن خاصة الكبار في العمر. تمام؟ بس سيريوس اختصروها بي سيريوس نوت تو جيف أنتي بايوتكس. ما تعطيش ولا شيء اتركه بس تراقبه. اوكي؟ هاي حكيناها. نو تريتمنت. اوكي؟ increasingly reported in immuno suppressed. الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة كمان بتزيد عندهم الحالة. طيب بنروح على مجموعة كلوستريديم. وهاي شو مالها يا شباب كلوستريديم؟ سبور. حتى في صعوبة. تبدوني سهل جدا. يعني كل سلايد طبعا بكتيريا. يعرف كيف تكتب كيف ترفق. جرام سلايد تلعب شو بتصور مرة؟ نخلصنا من الستافل ستريب ستيم انفكشن فرينجايتس. جرام مصطفى كاري بس اللاي. كتاليز. كوادوليز. نيجاتيف. خلصناهم. اوكي؟ طيب كلوستريديم. سبور فورمينج. وما لقيها؟ سبور فور وما لقيها هاي البكتيريا؟ الفينير. ليش؟ لانه سبور. تمام؟ ناخذ كلوستريديم ديفيسيل. ديفيسيل معناتها difficult to treat. سيل difficult to treat. شو بصير يا شباب؟ نورمال فلورا اوف كولون اللو نمبرز. احنا معظم الناس معظمكم في القاعه يمكن انا عندي في اللارج انتستن سبورز اوف ذيس بكتيريا. اوكي؟ سبورز. شو بصير؟ القصة بشكل مختصر. بدخل الشخص على المستشفى. أو بصير معاه انفكشن من نوع معين. شو بصير في المريض؟ برود سبيكترم أنتي بيوتيك. أنتي بيوتيك بغطي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. تمام؟ البكتيريا اللي في الانتستين نورمال فلورا شو بصير فيها؟ تموت. اكسبت. ليش؟ لانه هي سبور فورمينج. السبور بيقاوم ايش؟ الانتي بايوتكس. بيقاوم الاسيد، بيقاوم كل ايش السبورز. فبتروح من نورمال فلورا شو بصير البيئه؟ ممتازه حتى سيلو فيجيتيشن وتصير اكتف بكتيريا. فبعد يومين لثلاثه من اخذ الانتي بايوتكس بصير مع المريض ناس ديانيا قويه. اوكي؟ ليش؟ هاي البكتيريا بتطلع توكسين بيساعد على تشكل ايش؟ الدياريا عند المريض. فالمريض شو بفكر؟ بفكر ان الطبيب اعطاه ايش؟ انت بنت غلط. وما اعطاه انت بنت غلط، هو انت اللي فيك السبورز هاي. اوكي؟ فصار لها اكتيفيشن افتر ايراديكيشن اوف نورمال فلورا في الانتستين. اوكي؟ راحت نورمال فلورا صحيت مين؟ الديفيسيت. اوكي؟ causes antibiotic سموها antibiotic associated colitis أو بيسموها antibiotic associated ديانيا. الإسهالات المصاحبة للعلاج. تبتعادل من إشي بس عملت لك إشي ثاني مشكلة. مش عارف. من هون بدك تشوف عند فريد ستيم. سبورت. حكينا هاي. انتيرو توكسين. انتيرو من وين جاي الانتيرو هاي؟ من الانتستين. توكسين في الأمعاء. That damage. Intestines, okay. Major cause of diarrhea in hospitals. ليش في hospitals؟ هذا مثل حلوة ما خلاص تقولي في المستشفى، okay.
بعد يوم ليومين يصير مع المريض بياريا. العلاج شو العلاج؟ بوقف الانتيبيوتيك مباشرة، وهذا المريض ريهايدريشن إلى فقط سوائل كثيرة ما بعضهمش انتيبيوتيك. اوكي تريتمنت ستوب انتي مايكروبيالز فلويد الكترولايت ريبليسمنت بيرفندنز جاز جانجرين. راح تشوف يا شباب كثير حالات امبيتيشن وبتر واشخاص معهم سكري. ليش قبل الاشخاص معهم سكري بصير معهم جانجرين؟ ولك اصابع رجلين قدام صاروا لونهم بلاك قطعوهم. ليش؟ شباب السكري على شو بيأثر؟ الأعصاب تمام. البلد فيسلز تركيز السكر العالي بيأثر على البلد فيسلز بيحطم الكابيلرز. فالبلد بير فيوجن للإكستريميتيز شو بصير فيه؟ بقل. يبطل يوصل كمية كويسة من الأكسجين للنهايات خصوصا الأصابع الإيدين والرجلين. فهاي البيئة بتصير إيش؟ تقريبا الآن إيروبيك. المريض إذا انجرح وصار كونتاميشن في التراب، التراب شو فيه؟ سبورز. والبيئة مناسبة، في مواد غذائية، في بلد، والأكسجين شمال تقريبا مش موجود. ديو تو إيش؟ لوس أوف بير فيوجن. تنمو بتساوي عند المريض جاز جانجرين. اللي هو الغرغرينا الغاز لانها انيروبيك بتطلع سي او 2 وبصير للمريض بابلز تحت الجلد قاعات. مثال ثاني ار تي اي روك ترافيك اكسيدنت، صار في حادث سير وصار في عند المريض كات انجري. شو معنى كات انجري؟ يعني صار في جروح ديب 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 انجري وبطل يوصل الدم للتشيو اللي بعد. مضبوط. شو بصير ذاك التشيو؟ انيروبيك. طرف التراب شو فيه بعد الحادث؟ حطوه على التراب ومش عارف ايش بيطلع من السياره، في سبورز. الكاب انجري المنطقه اللي بطل فيها يوصل الدم شو بصير في السبور؟ بنمو، بصير اكتف بكتيريا، بتطلع توكسين بحل الخلايا. ليش التوكسين بيطلع من البكتيريا؟ عشان يدمر الخلايا. شباب البكتيريا بتحل الخلايا عشان تقضي عليها وعشان تعمل لحالها سبيس، بتتكاثر مضبوط؟ تاكل وبتعمل لحالها سبيس، تاكل وتمشي في السكن. تمشي في السكين. بتلاحظوا هاي الصورة يا شباب، طلعوا. أبلش من هون أو بلش من هون، بلش مش البكتيريا هيك أو هيك، هاي البابلز، شايفين هاي البابلز؟ هاي الجاز، أنا أيروبيك ريسبيريشن. أوكي؟ فهذا علاجه إيش؟ الأنتيبيوتيك إذا كان الإنفكشن لسه في بداياته أو سموها إذا كان الديبرايدمنت، الديبرايدمنت إنه شيء جزء من التشو، جزء من العضو. أو إذا كان أثر العضو كله شو بعمل؟ أمبيتيشن بتر العضو كامل، بتر العضو كامل. طيب تيتاني تيتانوس، مين عمر داس على مسمار يا شباب؟ شو سووا فيك يا هلك؟ تمام شباب، مين شاب حدا داس على مسمار؟ كثير، عمر داس على مسمار. أول إجراء وين بياخذوه؟ على المستشفى شو بيعطوه؟ ATS أنتي تيتانوس سيرم. ليش؟ بتفترضوا انه الرستينيل، ايش هو الرستينيل؟ هو المسمار المصدي، شو في عليه؟ سبورز دمين الروستريديوم. فالسبور لما يدخل في السكن تحت الجلد بصير اكتف، شو بصير يطلع البكتيريا؟ توكسين. شو بيطلع توكسين؟ فبالطوارئ شو بيعطوك؟ انتي تيتانوس سيرم او انتي تيتانوس انتي بادي، مو سيرم شو فيه؟ انتي بادي. أنا بفترض أن الرستينيل في عليه سبورز دخل جوا الجسم، صارت بكتيريا أكتر، طلعت لي توكسين، أنا بعطيك مباشرة أنتي بدي عشان يمسك التوكسين ويمنع وصوله لوين يا شباب؟ للسي إن إس. واضح؟ إحنا في الأردن الحصان شو بناخذ؟ مطاعيم للتوكسين، للتيتانوس، أوكي؟ بس بدل زيادة الاحتياط يعطي مباشرة اللي هو الإيتانوس. كومن ريزيدنت سوي، وين موجوده؟ ان جي اي تراكت اوف انيمالز، موجوده بشكل كبير. كوزز تيتانوس اور لوك جو بسن المصل كونتراكشن، بيسكر ايش العضلات اللي بحكم بالفك، الفك بتصير بالفك بيسكر. تمام. نيورو ماسكولار ديزيز most commonly among IV drug abusers. مين هو الـ IV drug abusers؟ هم الـ addicts، هم المدمنين على المخدرات. كانوا قاعدين في سهرة وإبرة واحدة بتلف على الجميع. وفروا حق الإبرة.
مخدرات. كنا ندري شو مالها، صار أسبوع أو عشرة أيام مرمية في التراب، شوف عليها سبور، فبياخذها تمام، تروح لزلمة ثانية وصديقه الثاني وصاحبه الثالث نفس الإبرة، وفي دراج أبيوزرز and neonates and developing countries. شو يعني neonates؟ شو بصير فيهم هذول؟ في شاب عادي عند بعض الشعوب لما الطفل ينولد من الحبل السري بيوقع بعد فترة، بيجيبوا كنوع على التراب والطين وبحطوا عليه، بيشطبوه طبعا. لا شوفوا كيف شكل البكتيريا، جرام بوزيتيف بس اللاي السبور وين جاي؟ اكسنتريك جاي طرفي، بالبسلس امبريسز وين كان؟ سنتر. فهاي بكتيريا هرمونيك، هاي تشخيصية ليش؟ لأن جرام ستين شباب بقدر حد تقريبا اشوف عندي بالعين قبل ما اسوي عليها ولا شيء، تمام؟ هذا شو مال الطفل؟ كونفرجنس. كونفرجنس ديو تو ايش؟ تأثير على شو بصير؟ شوفوا علي، هذا الشخص بعث على مسمار طلع عندي تيتانوس توكسين، وين راح؟ على سنترا نيرفا سيستم، اوكي؟ لما الشخص مثلا يصير ستيميليشن للسنسوري نيورون مش بروح على السي ان اس وبرجع موتور نيورون، بصير مصر كونتراكشن. مصر كونتراكشن هذا كونتر، انت لما ينتهي الستيميلس شو بصير؟ مصر ريلاكسيشن. التيتانوس توكسين بمنع السيجنال تبعيت المصر ريلاكسيشن، بصير في العضله فدائما ايش مالها؟ كونتراكتد، اوكي؟ فهون المريض ما بيقدر يعمل او يصير عنده مصر ريلاكسيشن افتر كونتراكشن، يصير عنده ايبيسودز اوف مصر كونتراكشن او بسموها تشنجات كونفولجنز، اوكي؟ فممكن يموت، ممكن يكسر اسنانه من الشد، تمام؟ نفس اللحوة ايش اللحوة؟ يكسر اسنانه او شيء؟ إذا المسمار عليه، إذا المسمار عليه سبورز ما بصير عنده. ولا تدري هاي الحركة ولا من خلاص يعني بتطول، عم نطلع تراكشن يكون ثواني، لو عنده 30 ثانية أو دقيقة كيف تفك بعدين ترجع مرة ثانية. أكثر إشي بالفيس والدين بس كل شيء مشي. عشان هيك بالآي سي يو يدخلون آي سي يو، وفي دخل يحطون فينتريتور البطل يقدر يتنفس، وحط تحتيهم زي مرضى مستقيم، حط تحتيهم زي مخدات شكل قوس من البطعة، واضح؟ طيب الكلوستريديوم ديفيسي فوتشيلينيا شباب، الكلوستريديوم فيتاني بتعمل سباستيك باراليسيس، شلل تشنجي، شو بسموه؟ تشنجي. الكلوستريديوم فوتشيلينيوم تعمل الشلل الارتخائي عكسه، هناك المريض بتشنج، هو ايش المريض؟ بيرتخي. اعطيكم مثال حياتنا العامة الان، العسل، عسل كثير طيب، مش بحكوا العسل مصادر انواع جبلي وفي مش عارف وديان بقران كريم انواع مذكورة، تمام؟ لكن انت شو ظنك انه هذا العسل ما في سبورز؟ وين موجود؟ ما هو وبرا، تمام؟ فالطفل ببلش ياخذ عسل بعد الشهر السادس بدون صوت، الام مبسوطه، اوكي؟ تعطيه عسل، العسل شو فيه؟ سبورز. بعد فتره، بعد انكبيشن بيريود، شو بصير مع الطفل؟ فلاسيد باراليسيس، ويمكن يموت. السبب الرئيسي للموت انه الباراليسيس اوف ريسبيراتوري مسلز بطريقه يتنفس، اوكي؟ بيموت. فبردوه مباشره الاي سي يو مركبوله فنتريتور. شو بصير يا شباب؟ تعرفوا انتم النيورو ماسكولار جنكشن، الشق التشابك العصبي، مش ستالكولين بصير له ريليز، ستالكولين ريسبتور بصير كونتراكشن بالمصل، فوتشيلينيوم توكسين بعمل بلوك على ايش؟ على الريليز اوف اسيتايلكولين. شو بصير في العضله دائما؟ مرتاحين. هناك انا منعت ريلاكسيشن، هو منعت ايش؟ كونتراكشن. هاي بسموه سباستيك باراليسيس، شلل تشنجي، وهو ايش بسموه؟ فلاسيد، شلل ارتخائي، شلل ارتخائي. وتشيلزم انتوكسيكيشن مرتبط بالاديكويت فود بريزرفيشن، كانت فود
كانت فود المعلبات في سبور بتحمل الكراي بي اتش عالي بتحمل اسيد بي اتش بتحمل الهيتنج ما راح يموت اذا ما كان في عمليه تنظيف قبل ايش الحفر قبل الحفر تمام فكل مفكر انه والله اذا عملت بريزرفيشن او عملت تخليل بقطع كل البكتيريا لا البكتيريا تقاوم الظروف اللي هي فيها زي الستافيلوكوكس اوريوس زي هاي البكتيريا لانها سبور فورمي توكسين كارت 2 نيورومسكولار جنكشن هاي حكيناها الكلينيكالي دبل اور بلاند فيجن صار عنده ايش؟ صار في عندي باراليسيس بالاي مسلز بيقدر يشوف مظبوط والله الاشخاص ممنوع يسوقوا يا شباب لانه بعد 10 بعد نص كيلو تقرب وادي هو ما بشوف لان الامور داخله في بعض اوكي؟ ديفيكالتي سوالوينج ونيورومسكولار سيمبتومز اوكي؟ بكرام بوزيتيف خلصنا شباب هاي ايش كتاليز ولا اوكسيديز ولا شو هاي حصل ليش وكورجليز نستر كتاليز وكورجليز نيجاتيف الثنتين جرام بوزيتيف كوكار واحد ان كلاسترز وواحد انتيلز اوكي حكينا الموست كومون هم الباثوجينيك ستافيلوكوكاي اللي هم ستافيلوكوكس اوريس الموست كومون ستريبتوكوكاي ستريبتوكوكاس جروب A بيوجينس اوكي ايش المجموعتين السبور فورمينج ويل كلوستريديوم هاي محاضرة خلصناها اوكي ما في ايش ترى هذا كله حكينا الباسيلس ايش الامثلة عليها باسيلس انفريسس الانثراكس سنترال ويل سيريس تملي فود بويزن اوكي او بسموه السيريس بسموه فرايد رايس سندروم متلازمه الرز المقلي هو حرفيا هيك بجيبوه لا غسول ولا شيء بقليه بحطه على اوكي هو شو كان فيه اصلا سبور طيب الكلوستريديوم هل هاي سبور فورمينج ولا لا سبور فورمينج طيب انثل عليها بشكل سريع ثاني بدي الشباب شباب اللي راحوا على الملف صلحوني يا شباب كلوستريديوم كلوستريديوم ايش اعطوني امثلة عليها تيتاني كلوستريديوم كوتشيلينيوم التيتانا بتعمل لي سباستيك باراليسيس والكوتشيلينيوم شو بتعمل لي كلاسيك باراليسيس بيرفانجيز جاز جانجرين تو على مكان ما فيه بلد بيرفيوجن تتكاثر بتطلع لايفك انزايم تحط من التشيو تمام وايش النوع الرابع كلوستريديوم تيتاني بيرفانجيز بوتشيلينيا كلوستريديوم ديفيسيل تملي انتيبايتيك اسوشيتد ريانيا تمام افتر انتيبايتيك تريتمنت ناخذ اخر مجموعه طولت عليكم نانو سبور فورمينج بشكل سريع يا شباب الليستيريا مونوسايتوجينز الاكل كثير زاكي بس شو ماله فيه هاي البكتيريا تعمل فود بويزن سيرف ليميتد اوكي بشكل سريع ديفثيريا فندا ديفثيريا توكسين عندنا بناخذ في الاطفال اللي هو دي تاب فاكسين ديفثيريا تيتانوس ويل تي بيرتوسيس اللي هو السعال الديكي فاحنا اوريدي فاكسينيتد اجينست ذيس تايب اوف بكتيريا ممكن تتخرج تشتغل طول حياتك اللي ما تشوف حاله ليش؟ لانه كل الناس طعم الا نادر ما تشوف حاله ديفثيريا اوكي؟ فهذا الشخص الديفثيريا بتصير منطقه الفارنكس ومنطقه الابر ريسبيراتوري وبتكون غشاء الغشاء هذا ملزق سيدو ممبرين اذا حاولت تشيله بسبب المريض بليدنج اوكي؟ هذا غشاء اذا كبر حجمه شو بسبب الاير واي؟ بسبب المريض ديفثيريا او المرض الخنق او الخنق اوكي؟ بيختلف بسبب المريض السوفيكيشن او ايش؟ اللي هي فاكسين ديفثيريا بيرتوسز ويل تيتانوس كوزز سيدو ممبرين غشاء كاذب which can cause asphyxiation او الاختناق respiratory droplets باخذها المريض بصير معه مثل ماكو بكتيريا ما اخر شيء عارف تعمل لي ايش تاخذوها في المختبر كيف نصبغها طيب كيف صبغ وكيف شكل تحت الميكروسكوب هاي البكتيريا جرام بوزيتيف بس اللاي شباب راح تحكيها بعدين جرام بوزيتيف بس اللاي يعني بقدر اصبغها بالجرام ستيل
لكن تحت الميكروسكوب تعطيني faint color اللي فيها structure بما جرام ستين يصبغها بالطريقة الصح. عشان هيك عملوا modification وسموا الستين acid fast stain. نمر معنا بالتفصيل. تحت الميكروسكوب تعطيني إذا أخذت من المريض عينة سبيوتم صرغتها وأعطاك red بس اللاي بحكي إنه هذا المريض شوفي عنده مايكوباكتيريا. أقسم بالأزرق. أوكي؟ صح يا شباب في سؤال؟ مين من الشباب ترتيبه غلط اجى بين الصبايا؟ ترى والله شكله ضروري سمحت يا شباب. شباب عشان احنا لانه المحاضرات شوي طويله فما حد بيخلص نحكي وعشان تضل ضيق اذا في مجال يلتزم بالمقعد المره القادمه عشان مباشرة خلص المحاضرة ناخذ ايش؟ حضور ديال، اوكي؟ نقدر تقدروا؟ طب مين من الشباب اجى مكانه مع البنات؟ طيب بدلوا حاول انت وين مكانك؟ طب على كل حال احنا انتم اللي راح تكون بس ناخذ حضور ديال الحق رقمك ثابت اوكي؟ بس ناخذ حضور ديال تبدا انت وزميلك اوكي؟ فهمنا يا شباب؟ هيك اريح ولا مش اريح؟ صح شباب كيف؟ صاي مني؟ يا شباب دينا سرسوار والله يتعمل بي سوف بيكوه دي Thank you.